استاذ عصام برحب بيك. اهلا بيك كابتن، واهلا طبعا الكبير بكل جمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي وجمهورنا المصري والعربي والا رسول الله طبعا، قالوها كل المصريين والعرب وكل الانسانيه، كل سنه وانتم طيبين مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين وكل طيب الامه كبير. الاسلاميه بخير وسعاده ومصر دايما في امن وامان ان شاء الله. استاذ عصام الله اكبر. كمان عايز ابارك لك على كمان يعني تايتل ومشوار ان شاء الله جديد، وفي المستشار التحريري لموقع القاهره 24 بنقول لك الف مبروك، و تحدي جديد، ده دايما صاحب التحديات ودايما دايما يعني لما بتشتغل في مكان، المكان اولا بيزيد بتجربتك وبيزيد بخبراتك. تكلمنا سريعا عن التجربه ديت. المره دي تجربه هي الحقيقه نسخه يعني مطوره من انتاج شبابي جدا، يعني اول رئيس تحرير زميلنا الاستاذ محمود مملوك لغايه كل الاستاف، حاجة كده جميلة. الجيل اللي بدأ معاك، احنا مرحلة وهما مرحلة، زي انت كده لما وانت في المنتخب ودخل عليك النجوم الجدد، فبتبقى سعيد بقى صحيح. في فترة من الفترات ان هما اللي بقوا يعني البيج بيج ستار، لكن انت بتفضل هاني رمزي صحيح. في وسطهم الإفادة الخبرة، اما بيبقوا كمان هما مقدرين ده، بتبقى انت في مرحلة سعادة بمرحلة صحيح. جديدة تشعر ان انت يعني انت ايه، انت استاذ عصام إيه يعني تفيد اي مكان بتشتغل عايز تقول فيه حاجه جديده صحيح. في مكان يستحق الحقيقه ان احنا نقول ان موقع القاهره 24 هيبقى حاجه متميزه، هو متميز اصلا، بس احنا دي نسخه مطوره. وجودك ان شاء الله كمان انطلاقه جديده ان شاء الله، وجودك وخبراتك مع نوفمبر يعني بالتوفيق ان شاء الله في المرحله الجديده. ربنا يوفقك.